السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش صليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي راهو جاي راح يخطو لك الف تخطيط. نتاسف انه حسب قراراتكم انه شافوا اخطاء بكاري قسامه وتجاهلوها انها متواطئه في فساد كره القدم. هضروا لنا ديرك، صرحوا ديرك، تتلاعب بالجماهير الجزائريه لا اكثر ولا اقل. وما تنساوش تعطونا اراءكم، اقتراحاتكم وانتقاداتكم، مرحبا بكم. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نطرقوا لعدة مواضيع، واي انسان راه يشوف فيا عنده سؤال او اي تساؤلات يروح للانستغرام تاعي في اول تعليق يطرح علي السؤال، ان شاء الله يجد الاجابه اللي يستحقها، وكل احترام للجميع. المهم تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر، نبداو على بركه الله. رسميا اول رد رسمي من الفيفا على الاتحاد الجزائري لكره القدم بخصوص ملف الجزائر والشكوى اللي قدمتها الجزائر بالحكم بكاري قسامة الظالم، والحكم اللي ظلم الجزائر وكانت فضيحه تحكيميه كبيره جدا. الفيفا ردت رد صراحه غير مفهوم تماما، فيها عديد من علامات الاستفهام راح نقراوها بالعربيه ومن بعد راح نشرحوه ونتكلموا في عده امور فيها، لانه هذا الرد ما يعطيك اي اجابه واضحة، يعني رسالة مشفرة. الفاف لجنة التحكيم لدى الفيفا ردت علينا أمس بمراسلة خاصة. لجنة تحكيم الفيفا: نتأسف بأنه وحسب تقديركم القرارات التحكيمية خلال المباراة أثرت سلبا على نتيجة المباراة. لجنة تحكيم الفيفا: قمنا بتسجيل كل المعطيات التي تضمنها ملفكم. لجنة تحكيم الفيفا: ما سبق من موازين مع دراسات ملفكم نعلمكم مسبقا أن كل أحداث المباراة وأطوارها تمت معاينتها ومعالجتها بعناية من قبل حكمي الفيديو تماشي مع قوانين اللعبة وبروتوكولات بمساعدة الفيديو. كما قلت معنا وسمعت، هذا هو مضمون الرسالة اللي جاءت بها الفيفا واللي نشرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اللي هي ملخص أنا أديت لكم وقرأت لكم أهم ما جاء في الرسالة. والرسالة كاملة كما جاءت بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، وكي ترجموها تاني بالفرنسية هذيك الموجودة في الموقع كما راكم تشاهدوا معنا تعطيكم نفس المضمون ونفس الكلام. رسالة مبهمة صراحة، الجماهير الجزائرية كي تقراها تفرح وتتفائل شوية وتحزن شوية، في نفس الوقت تبقى مصدوم ما تعرفش وشنو هو القرار الرسمي وشنو هو الكلام اللي حابة تقصد به الفيفا في هذا الرسالة. في نفس الوقت كيقول لك نتأسف أنه حسب قراراتكم أنه الأخطاء التحكيمية غيرت نتيجة المباراة وأثرت المباراة، ويقول لك أرانا يعني لاحظنا وقرينا الملف وشفنا المباراة عينوها مليح وقروها مليح ودرسوها مليح. إلى الفيفا درست ملف الجزائر وشافت المباراة جيدا وركزوا وشافوا أخطاء بكاري قسامة وتجاهلوها، يعني هنا الفيفا أنا نفهم حاجة واحدة أنها متواطئة في فساد كرة القدم لا أكثر ولا أقل. وفي نفس الوقت صديقي هذه الرسالة كيقراوها الكاميرونيين راح يتفائلوا، راح يفرحوا ويعجبهم الحال، لأنه هذيك نتأسف اللي كتبوها أكبر علامة استفهام. سوى أنه الفيفا رسلت رسالة أخرى للاتحادية الجزائرية والاتحادية الجزائرية ما نشرتهاش كما يلزم، هذه حاجة أخرى، لأنه هذيك نتأسف هي أكبر علامة استفهام، لأنه نتأسف على قراراتكم حسب تقديركم أنتوما. ومن بعد في نفس الوقت الفيفا ترجع تقول لك أنه قرينا ودرسنا الملف بعناية. كيفاش درست الملف بعناية وشفت الأخطاء ومن بعد تقول لي نتأسف أنه حسب تقديركم؟ على واش يتأسفوا؟ يتأسفوا زعما يقول لكم تاع سمحوا لنا الحكم ما غلط ولكن لا غالب، حسب تقديركم أنتوما، أنتوما ما تعرفوش فوتبول، الحكم ما دا ما ظلمكمش، كانت أمور عادية، هكا حب يقول لكم زعما. كما قال الصحفي مجيد بوطمين: بيان الفيفا غير واضح وتنقصها الشجاعة، بهذه الطريقة جميع الأطراف قد تعتبره في صالحها، الجزائر، الكاميرون وقسامة. صراحة مبهم وماهوش صريح. إذا باش تعاودوا المباراة تقولوا لنا هكا بصريح العبارة راح نعاودوا المباراة. إلى ما راحش تعاودوا المباراة تقولوا لنا ما راحش نعاودوا لكم المباراة وروحوا خطيونا. إذا باش تعاقبوا قسامة قولوا لنا راح نعاقبوا قسامة. خلونا من هذيك اللغة وزعما دايرين فيها عميقين وزعما أرواحوا لنا ديرك، هضروا لنا ديرك، صرحوا ديرك. ما تبقاوش تلعبوا بينا هكا بهذيك كيما نقولوا المفاهيم اللغويه، يبقاو نتاسف وما نتاسفوش، ارواحنا ديرك، حنا نفهموا ديرك نيشان صاحبي.
المهم ان شاء الله فيها خير. صراحة هذا التصريح انا شاك فيه، شاك فيه صديقي، لانه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم هي اللي ما نشرتش البيان كما يلزم. اعتقد ان الفيفا ارسلت رسالة اخرى للاتحادية الجزائرية، والاتحادية الجزائرية نشرتها بصيغة اخرى تتلاعب بالجماهير الجزائرية لا اكثر ولا اقل. ما يزال الاتحاد الجزائري يتلاعب بالمشاعر من خلال نشره لجزء بسيط من رسالة الفيفا عوض مصارحة الناس بكل المضمون الذي كان متوقعا من زمن، لأن ملف الشكوى لم يكن يحتوي على أدلة للأسف، فخسرنا معركة المونديال مرتين فوق الميدان وخارجه. القرار كان منتظرا رغم كل المعطيات والمعلومات المتوفرة كانت تشير إلى وجود مكيدة ضد المنتخب الجزائري الذي لا يجب أن نتوقف على محاربة الظلم والفساد في كرة القدم على مستوى الكاف والفيفا، ومحاربة التقصير والرداء عندنا في كل الأوساط وليس فقط كرويا، ويجب أن نتحلى بالشجاعة للاعتراف بالفشل وتصحيح ما يجب. تحية لكل الرجال الذي تألموا وسعوا بقلوبهم وعقولهم وجهودهم من أجل إظهار الحق وفضح الممارسات، وتحية أخرى لكل الذين يؤمنون أن الإقصاء ليس نهاية العالم وأن الحياة تستمر، وسنقف مجددا لنضرب موعدا جديدا بعد سنة في الكوت ديفوار ثم مونديال 2026 بإذن الله، ولكن بشرط أن نحفظ الدرس لأنه القادم أصعب. حفيظ الراجي تحية كبيرة لهذا الكلام اللي صرح به، ولكن دائما نبقى متفائلين خير. صحيح أن الإقصاء ليس نهاية العالم، كرة القدم فيها فوز وفيها خسارة، كيما تفرح في الفوز لازم عليك تتقبل الخسارة. علاش احنا كجزائريين ما تقبلناش الهزيمة؟ لأن الهزيمة لم تكن عادلا ولم تكن كروية ولم تكن نظيفة، بل هزمنا بسبب الظلم التحكيمي. لو كان انهزمنا يعني هزيمة كروية رياضية نظيفة كنا انتقدنا اللاعبين يوم يومين وانتهى الأمر وعدنا إلى حياة جديدة، ولكن اللي غضنا هو الظلم التحكيمي اللي كان كبير جدا. كلام حافظ الرجل الأخير مهم جدا، لازم علينا نحفظ الدرس مليح لأنه القادم أصعب وأصعب وأصعب. احنا حاليا كجزائريين واتحادية الجزائرية والمنتخب الجزائري وجمال بالماضي حاربنا الفيفا، حاربنا الكاف لوحدنا، وقفنا في وجههم ضد الفساد وضد الفاسدين في كرة القدم. يعني دير في بالك اللي راهو جاي راح يخطوا لك ألف تخطيط، وإن شاء الله الاتحادية الجزائرية تكون شجاعة من أجل حماية المنتخب الجزائري وحماية الكرة الجزائرية، ليس المنتخب الجزائري بل حماية حتى الأندية الجزائرية كي تلعب خارجا في الكاف أو في يعني بطولة الإفريقية، لازم يحميوا الأندية الجزائرية كما تدير الاتحاديات الأخرى. تحية لكم كبيرة، كل الحب والاحترام للجميع، شكرا بزاف على حسن الإصغاء، السلام عليكم.